يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في منطقتنا دروس علمية قائمة في المساجد لبعض المشايخ وطلبة العلم على الكتاب والسنة. يقول طلبت من هؤلاء المشايخ إلقاء إحدى دروسهم في الاستراحات كل شهر ليجتمع طلاب العلم في هذه الاستراحة وتزداد الألفة. يقول فأنكر علي أحد طلبة العلم هذا الأمر بحجة أنه يفضي إلى هجر المساجد، وأن طريقة الاستراحات وإلقاء الدروس العلمية فيها هي طريقة أهل التحزب، فما توجيهكم في مثل هذا الكلام؟ نعم، هذا الكلام له وجه، الدروس تكون في المساجد، وأما النصيحة والموعظة فلا بأس أنك تذهب إلى الاستراحة وتعظهم وتذكرهم، أما تنظم دروس في الاستراحة تحرم المساجد منها هذا لا، ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهو قصده أن أهل التحزب سريون ما يعلنون في المساجد، يروحون للاستراحات والأمكنة الخفية ولا يعلنون هذا في المساجد لأن الناس يستنكرون عليهم هذا الشيء. نعم.